شهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بدء جني محصول الزيتون، وذلك خلال زيارته لإحدى المزارع شرق مدينة العريش. صرح شوشة بأن المحافظة تقوم بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المزارعين، مشيرا إلى أن هذا الموسم يبشر بمواسم زراعية جيدة وأيضا خلال السنوات القادمة. وأوضح محافظ شمال سيناء أن معظم أراضي المحافظة بدأت حصاد الزيتون. احنا النهارده بنقول لاهلنا في محافظه شمال سيناء كل سنه وانتم طيبين جميعا بمناسبه بدء جمع محصول الزيتون خلال هذا العام. طبعا المحافظات الاخرى اللي هي محافظات الوادي والدلتا طبعا بيحصدوا سنويا او بنحتفل سنويا بحصاد القمح، احنا هنا في محافظه شمال سيناء بنحتفل بموسم جمع الزيتون. طبعا النهارده تعتبر أول نقلة زيتون بتطلع من محافظة شمال سيناء إلى المحافظات الأخرى وإلى المناطق اللي هي فيها عصارات الزيتون وخلافه ومصانع التخليل. يعني معظم مصانع التخليل اللي منتشرة في جمهورية مصر العربية المصدر الرئيسي لها هي محافظة شمال سيناء. الحمد لله الجو عندنا استقر وكل حاجة متوفرة، عمالة متوفرة زي ما أنت شايف حضرتك، والخير بسم الله ما شاء الله احسن من كل سنه بكثير. نشكر السيد المحافظ محافظ شمال سيناء والسيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي على توفير الكهرباء وتوفير كهرباء، على الاقل بتوفر لنا الميه، واللي شايفين انتم المحصول صلاه النبي السنه هذه خير واجد عشان خاطر الميه والكهرباء متوفرين.